الرحمن الرحيم. أعزائنا طلاب الصف الثاني الثانوي ثانوي دار الثقافة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله استكمالا لدرس الحصة الماضية اللي هو هنتكلم فيها عن الهيدروكربونات أو الكيمياء العضوية. هندرس أول فرع من فروع الكيمياء العضوية الهيدروكربونات اللي هو الألكانات. الألكانات احنا كنا نوهنا عنها في الحصة الماضية أنها تعتبر من الهيدروكربونات المشبعة. هيدروكربونات مشبعة يعني ما بتتفاعلش مع البروم، ليه؟ لأن جميع روابطها أحادية. يبقى لما نيجي نعرفها نقول هي هيدروكربونات مشبعة تحتوي على روابط أحادية فقط، روابط تساهمية أحادية فقط بين ذرات الكربون، وطبعا الهيدروجين لا يكون إلا روابط أحادية. عشان نتعرف على الألكانات لازم نعرف الصيغة العامة لها الأول. الصيغة العامة للألكانات اللي هي مستقيمة، اللي هي سلاسل مستقيمة تتكون من ذرات كربون متعددة، عديدة من ذرات الكربون، تبدأ من ذرة واحدة إلى مئات وآلاف الذرات. الصيغة العامة للألكانات المستقيمة CnH2n+2، حيث إن هي عدد ذرات الكربون في المركب. يعني لو عندك ذرة كربون واحدة زي الميثان مثلا يبقى C1H2+1+2 يبقى H4، لو عندك ذرتين يبقى C2H2+2+2 يدينا ايه H6 وهكذا. ناخد مثال عليها. اول واحد لو عندك ذرة كربون واحدة، ما طبعا حوالين من ذرة الكربون في اربع روابط زي ما انت شايف، والاربع روابط كل رابطة متحدة مع ذرة هيدروجين بهذا الشكل، يبقى C1H2+1+2 يدينا H4، CH4 اللي هو ده تعريف اللي هو صيغة غاز الميثان. الصيغة دي اسمها الصيغة البنائية اللي محددة الرموز والروابط ومواقع الذرات. طب لو عندك ذرتين كربون، بص معايا، كل حوالين كل ذرة كربون في اربع روابط، الذرة اللي على اليمين اربعة والذرة اللي على اليسار اربعة، طبعا في رابطة ما بين ذرتين الكربون بعضهم وبعض. ونكمل الروابط اللي حوالين ذرات الكربون بذرات الهيدروجين، يبقى C2H كام؟ عد معايا، 2+2=4+2=6، يبقى لنا C2H6. دي يبقى الصيغة العامة. المركب ده هسميه ايه؟ المركب ده هسميه ايثان. هنسميه ايه؟ يسمى ايثان. الكان يبقى ايثان وميثان وهكذا في نهاية المقطع الف نون في نهاية الاسم لكل مركب. طب لو خدنا مثال ثالث، لو عندك بهذا الشكل ثلاث ذرات كربون، حوالين كل ذرة كربون أربع روابط، ونكمل مع كل ذرة كربون مع الروابط ذرات هيدروجين، لأنه اسمه هيدروكربون عبارة عن هيدروجين وكربون فقط. نبص معايا كده، عد معايا ذرات الكربون كام؟ 3، يبقى C3. طب ذرات الهيدروجين كام؟ أدي 3 فوق و3 تحت 6 و2 في الجنب يبقى 8، يبقى C3H8. أو بالصيغة العامة لو مشيتها بالصيغة العامة CN يعني C3H2+3=6+2 يدينا ايه؟ C3H8 اللي هو بسميه البروبان. بسميه ايه؟ البروبان. طيب عشان خاطر اللي هو الصيغة الجزيئية بتاعته C3H2، انما الشكل اللي احنا شايفينه ده بسميه صيغة بنائية. خلي بالك الصيغة البنائية دي بتاخد مسافات وبتاخد مساحة كبيرة في الكتابة، فممكن بنعملها بطريقة تانية اسمها الصيغة البنائية المكثفة. نشوف مع بعض كده في الجدول ده هناخد ازاي نسمي الالكانات او تسمية الالكانات المستقيمة. علينا بس السنة دي نعرف العشر الكانات الاولانيين، اول عشر الكانات نحفظهم بالترتيب. حفظتهم بالترتيب هتعرف تكتب الصيغة الجزيئية وتعرف تكتب الصيغة البنائية وتعرف تسمي اي الكان بعد كده. الصيغة العامة طبعا هي CnH2n+2. نبص مع بعض كده في الجدول. رقم واحد الميثان. معنى ايه رقم واحد؟ يعني بيحتوي على ذرة كربون واحدة. رقم 2 اسمه ايثان، 3 بروبان، 4 بيوتان، 5 بنتان، 6 هكسان، 7 هبتان، وان شاء الله في الصفحة اللي جاية هيجيب لك الثلاثة التانيين. معناه ايه؟ الترتيب ده بيدل على عدد ذرات الكربون، فلازم لما نحفظهم بالترتيب كده، ميثان، ايثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان، هبتان. تمام يا شباب؟ نبص كده مع بعض. اول واحد اسمه ميثان، يعني يحتوي ذرة كربون واحدة بس، واللي على حوالين منها اربع ذرات هيدروجين بس CH4 اللي هو غاز الميثان. التاني اسمه ايثان، تاني يعني عنده ذرتين كربون، يبقى C2H كام؟ 2+2 4+2=6 C2H6.
الثالث بروبان، ثلاث ذرات كربون، ثالث يعني ثلاث ذرات كربون عنده، سي 3 اتش 2 ضرب 3 زائد 2 يديني 8 اتش 8. الرابع بيوتان سي 4 اتش 10. الخامس بنتان، خمس ذرات كربون يبقى سي 5 اتش 2 في 5 زائد 2 ب 12 اتش 12. السادس هكسان يبقى سي 6 اتش 2 في 6 زائد 2 اتش 14. سبعة هبتان سي 7 H 2 في 7 زائد 2 يبقى H 16. دي اسمها الصيغة الجزئية، باخدها بردك بكتبها من الصيغة العامة. طيب الصيغة البنائية زي ما احنا تعرفنا عليها قبل كده، بعملها اما تعملها على شكل روابط احادية حوالين كل ذرة كربون اربع روابط، وتكمل ما بين ذرات الكربون رابطة، او ما بين ذرات الهيدروجين وذرات الكربون رابطة احادية ايضا، ونكتبها بهذا الشكل. فعشان ما ناخدش مسافة بنعمل حاجة اسمها الصيغة البنائية المكثفة. الصيغة البنائية ليه؟ المكثفة بيدل على عدد ذرات الكربون والهيدروجين الموجود، بس كل ذرة كربون متحدة بكم ذرة هيدروجين جنب حوالين منها. يعني الأولاني ميثان حوالين منه أربع ذرات هيدروجين يبقى CH4. الثاني إيثان ذرتين كربون بس كل ذرة حوالين منها ثلاث ذرات هيدروجين. وفي رابطة الرابعة بقى بين ذرتين الكربون ما ننساهاش يبقى CH3 CH3. الثالث بروبان CH3 وفي المنتصف CH2 وفي اليمين CH3. نبص الرابع بيوتان. طبعا انا رسمت لكم في الصفحه الماضيه، رسمت لكم الصيغه البنائيه شكلها ايه، بالتالي بنفس الترتيب وبنفس النمط بنعمل للباقي الكانات. البيوتان CH3 CH2 CH2 CH3. البنتان CH3 CH2 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 CH3. الهكسان CH3 CH2 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 CH3. نلاحظ يا شباب في حاجة هنا، إن الألكانات كلها بتبدأ بCH3 وتنتهي بالCH3، وفي المنتصف وخاصة في الألكانات الطويلة بتكون واضحة معايا جدا حاجة اسمها CH2 CH2 متكررة معايا أكتر من مرة، ده اسمها نمط متكرر أو وحدات متكررة. ممكن نعملها بطريقة تانية، هناخدها معانا في الصفحة اللي جاية. طبعا احنا وصلنا لحد الهبتان CH3 CH2 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 CH3، سبع ذرات كربون وعندك 16 ذرة هيدروجين. نبص مع بعض في الصفحة التانية باقي الألكانات. رقم 8 أوكتان يعني عنده 8 ذرات كربون، 9 نونان يعني عنده 9 ذرات كربون، 10 ديكان يعني عنده 10 ذرات كربون. ناخد الصيغة الجزئية. 8 يبقى سي 8 اتش 2 في 8 زائد 2 ب 18 ممتاز. 9 يبقى سي 9 اتش 2 في 9 زائد 2 يبقى سي 9 اتش 20. 10 اللي هو الديكان سي 10 اتش 2 ضرب 10 زائد 2، 2 في 10 ب 20 زائد 2 ب 22. دي اسمها الصيغه الجزيئيه. نبص مع بعض للصيغه البنائيه. خلي بالك الاوكتان 8 ذرات كربون، ببدا قلت لك ببدا ب CH3 وانتهي ب CH3. ادي كده خدنا ذرتين كربون، باقي معانا كم ذره كربون؟ 6 ذرات، نحطهم في المنتصف اللي هم الوحدات المتكرره اللي هي CH2 متكرره معايا 6 مرات. النونان 9 ذرات كربون يبقى بدأ ب CH3 وانتهى ب CH3 وعنده CH2 متكررة 7 مرات في المنتصف اللي هي وحدات متكررة. الديكان بدأ ب CH3 وانتهى ب CH3 وعنده CH2 الوحدات المتكررة متكررة معانا 8 مرات. يبقى كده احنا خلصنا من الألكانات المستقيمة. نحفظهم بالترتيب يا شباب، هقول لك تاني: ميثان، ايثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان، هبتان، اوكتان، نونان، ديكان. وانت بتحفظ تعد على صوابعك، لان العدد ده مهم جدا. بيجي لنا عليها اسئله اقول لك عدد ذرات الكربون في الاوكتان كام ذره كربون؟ 8 طبعا لازم تكون عارف. طالما عرفت عدد ذرات الكربون وعارف الصيغه العامه بتاعت الالكان اقدر اكتب الصيغه الجزيئيه والصيغه البنائيه له بكل سهوله. وحاول تدرب نفسك في البيت على كتابه هذه الصيغ. طب الالكان ده لو حذفت منه ذره هيدروجين بيديني ايه؟ قال لك بيديني حاجه اسمها مجموعه الالكيل. لا، مجموعه الالكيل او بيسميها المجموعه البديله. ايه هي المجموعه البديله؟ هي المجموعه التي تنشا عند حذف ذره هيدروجين من الالكان. لو حذفت ذره هيدروجين يديني حاجه اسمها الالكيل. لا، زي مثال يعني، ناخد مثال عليها عشان نبقى عارف. ناخد المثالين كفايه اللي احنا هيتكرر معانا عليهم الشغل ان شاء الله في الحصص القادمه. اللي رقم اول واحد الميثان، لو حذفنا منه ذره هيدروجين هسميه ميثيل لانه الكيل. الكان كان اسمه ميثان الكان.
حذفنا ذره هيدروجيني باسمه ميثيل تبع مجموعه الالكيل، هيبقى سي اتش 3، وعندك الرابطه اللي بترتبط طبعا مع سلسله مستقيمه اخرى زي ما هناخدها ان شاء الله في الامثله القادمه. مثال تاني، الايثيل. الايثيل ده جاي من مين؟ من الايثان اللي هو سي اتش 3 سي اتش 3. لو نتذكر حذفنا منه ذره هيدروجين واحده صارت سي اتش 2 سي اتش 3، ومعانا رابطه بتخش في السلسله المستقيمه التالي. فبكده ان شاء الله اعزائنا الطلاب نكون انتهينا من درس اليوم. ان شاء الله ناخد الحصه القادمه تسميه الالكانات المتفرعه. تابعونا، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.